لا نقول فيما معناه لا 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 او ايات تتحدث لا لا عن لا كذا. الايه تقال الايه كما هي. نتكلم عن عباد الرحمن. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. هذه الثلاث جرائم. نعم نعم. القتل ثانيها. اذا هو في مرتبه عظيمه بعد الشرك بالله تبارك وتعالى العالمين، لانه انهاء وازهاق لحياه ادمي قدر له من الله سبحانه وتعالى ان يعيش حياه كريمه، فانت اتيت فانهيت حياته وعطلت فيه هذا الامر، وصارت الحسره في قلب زوجته وابنائه واليتامى، صارت بعد ما كانت زوجه صارت ارمله، وبعد ما كان ابن فلان صار يتيما. يعني تصورت الزنا ربما لانه يؤدي الى تضارب الانساب واختلاط الامور. القتل انهاء لحياه الناس، لان القتل يعني سبحان الله العظيم، هناك محمد ابني فيه قتل معنوي، في قتل معنوي. انا لما اقتل فيك الابداع عليك كده متوثب، عليك متوثب للعمل بتاع، ابتدي اثبطك يا عم، ولا بيعمل شيء عمل ليه يعني، ما زيه زي غيره، ايه المشكله يعني، هو يعني عشان حافظ 200 شعر يعني اصغرك امام الناس واصغرك امام الناس، فتصاب باحباط. صح. فالموظف لا يبدع، هذا قتل. فمدير كأبي جهل هذا مثلا، اللي يثبط من عزيمه يعني الذين يعملون تحت يديه، سبحان الله، رجل لا يريد الابداع، سبحان الله، قاصر يعني، سبحان الله. فهذا نوع من القتل، هذا حرام. واحد يفضل يضايق في زوجته، يضايق في زوجته لغايه ما تتمنى اما ان تموت او تطلق منه، يعني يكون ايام الاجلين، يا طلاق يا موت. نعم. بالله عليك، اليس هذا قتلا؟ قتل. لكن الصفوه، كانوا شيء اخر. خالد بعد ما دك حصون الروم وخرج هرقل من دمشق يقول سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده، خرج، من الذي اخرجه؟ خالد. في عز هذه يتولى عمر اماره المؤمنين، فيصدر فرمان بعزل خالد. عارف خالد بقيت حياته عاش كيف؟ كان قريبا لسيدنا عمر بن الخطاب يعني، لكن كيف عاش لما عزله من القياده؟ جندي، صار جنديا الى ان مات جندي. ليه؟ لماذا؟ لانه عايز يخدم الاسلام، وملوش دعوه، ده مش احن وضغائن، مش احن وضغائن، مش اول ما يعزلوه يروح على صحف معارضه ولا على قناه معارضه وبتاع، دي حكومه 70 في ده. لا لا ده لا 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 دي مش اخلاقيات. اذا ما عزل مر تبدا عن الاسلام مثلا. لا 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 ما ذهب مع هرقل، دي مش اخلاقيات مسلمين، دي بنعمل احنا نكون منظمه سريه. لا 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 لا. ثم احنا يهاجم احنا يعني لم نربي ابناءنا على دين. لو ربينا ابناءنا على الدين، وهذه كلمه اهمس بها في اذان كل الذين هم من صناع القرار، ربوا الابناء والشعوب والناس على الدين، الكل يستريح، الحاكم يستريح، والمحكوم يستريح، كلنا نستريح، كلنا ننتج. لكن سيدنا عمر يعني ايضا احقاقا الحق عزله بسبب، لا هو يعني ما نام وافاق وقال اعزل خالد. لا هو كان السبب الاساسي عند عمر ان الناس كانت تقول وده حصل، كل اللي داخلين في الاسلام الجديد لا مش خالد في المعركه، خلاص احنا ننتصر. يعني اذا سيدنا خالد فهم هذه القصه. لا شك، وان لم يفهم. لا هنا مثلا يعني مسؤول ينام ويستيقظ ويفصل مجموعه من لا عم. نتيجه هوى، نتيجه راي، لا هكذا. لا 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 يعني بدون ابداء اسباب. شوف انما القضاة ثلاثه. القضاة ثلاثة. ثلاثة. نعم. اثنان في النار وواحد يحاسب. الله. يحاسب. ليس في الجنة. لا 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 يحاسب. يحاسب طبعا. هو وظروفه. نعم. قاض يقضي بجهل فهو في النار. هو يعني مش فاهم القضية. مش فاهم القضية. لا 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 الحق مع فلان. يا ابني افهم القضية الأول. وقاض يقضي بهوى. بغير قرابة أو شيء. وقاض يقضي بالعدل. 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 يحاسب. يوقف على الجسر يوم القيامة فينتفض به الجسر انتفاضة، يطير كل عضو من أعضائه في مكان لا يعيدها إليه إلا عدله. يا لطيف. طبعا. إذا الحصيف يبتعد عن القضاء. ولذلك قالوا إياك أن تقضي بين اثنين ولو في تمرة. الحصيف. فالله يعين أبنائنا وإخواننا من القضاء، لأنهم المعقل الأخير للمظلومين. يقف على جسر ينتفض به انتفاضة تطير بها أعضاء جسد كلها، حتى يقال عمر بن الخطاب. يا لطيف. كل يقف لأنه حاكم، كل يقف مسؤول، يطير أعضاء عادل. الراعي. الراعي والقاضي. يرجع له أعضاء لم يكن عادل.
عضوات أنا أثرت لا تعود إليه مرة أخرى. فنسأل الله السلام. طبعا فالمسألة مش بهذا المنطق. سبحان الله. هذا قتل الإبداع وقتل المعنويات وتثبيط الهمة. ما هو احنا أمة من الواجب أمة تكون مبدعة. وإبداعاتنا يعني سبحان الله يجب أن يعني تؤمن الناس حتى تبدع. كيف؟ الله يرحمه شيخنا الشيخ غزالي كان يقص عن شيخه. نعم. شيخه رحمهم الله جميعا كان عبر 90 فكان لا يستطيع النزول لصلاة الجمعة. فيجي يوم الجمعة جالس على الكرسي كده ويفتح باب البلكون عنده بالصباح ويلقي حبوب القمح والعصافير تنزل تاكل وياخذ ثواب يعني. ففي مرة القى حبوب القمح والعصافير لم تنزل. اكتشف ايه؟ اكتشف ان باب البلكون مفتوح شوي فظنت العصافير ان في فخ يريد ان يصطادها. فالشيخ رحمه الله يقول ايه عمر يا ابني لا بد ان تؤمن الناس كما امن الله قريش اطعمهم من جوع وامنهم امن الناس الاول بعدين اطعمها امن الناس على 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 مستقبلها امن الناس على حياتها امن الناس لا تروعوا الناس لا داعي لتروع. يا اخي احنا كلنا يد واحده العدو الذي يريد ان يستأصل شافة الاسلام لا يفرق بين حاكم ومحكوم وشابه هو يرانا يرانا كلنا اعداء له كلنا فاحنا كلنا في سفينه واحده واحنا لازم نكون يعني ندعو للحكام بالتوفيق وندعو لهم بان ربنا يرزقهم البطانه الصالحه وندعو لهم ان ربنا يوفقهم لو كانت دي احمد بن حنبل لو كانت دي دعوه صالحه لجعلتها للحاكم هذا لان ده مهم لتثبيت دعائم المجتمع صحيح وتقل القضايا وتقل المشاكل ولكن يعني قدم الطعام اولا على الذي اطعمهم وامنهم لا لازم طب يا شيخ كيف انت بالله تتكلم واحد وهو جائع كيف يعني سبحان الله هو لن ينصت لك نقطة نود نتطرق إليها في هذا الحوار سيدي ومسألة العيشة بعد قابيل وهابيل وقتل قابيل لهابيل استراح الشيطان بالقطع لهذا الشيطان يستريح دائما كلما يرى شرا في الدنيا وكلما يرى غرس شجرة للخبث وللسوء وللانحراف تزرع في ارض الله يفرح الشيطان كثيرا يفرح سبحان الله ولذلك قال من عدم يعني من عدم استجابه الدعاء قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فواطأتموه على المعاصي انت ماشي في نفس الخط بتاعه طب الله بالله عليك يعني احنا زعلانين من ابونا ادم لما اكل من الشجره مش كده؟ نعم يقول اكلات اورثتنا يعني بؤس الدهر كله خرجنا واشتغلنا وتعبنا وحتى سيدنا موسى يعني وحتى يقال ان لما يروحوا له البشر اولاده يروح له على يوم القيامه ان شاء الله يا ادم اشفع لنا يقول هل اخرجكم من الجنه الا خطيئه ابيكم ادم؟ هو انت ما كنتم مستريحين كويسين؟ باب الاعتذار يعني فقضيه ان العبد سبحان الله وهو في الدنيا لابد ان يصنع الخير لان سبحان الله صناعه الشر دي لن تعود الينا الا بمصائب لا يقال ان قابيل كان مسيرا في هذه لا مخير لا والا ما ذكر الامر لو كان مسير لو كان مسيرا ما ذكر الامر لا هو مخير ومختار ومدبر وقلت لك انا يعني العمد مع سبق الاصرار والترصد والتخطيط طيب هل ثبت بعد نزول ادم وزوجه الى الارض ان ابليس مثلا وسوس لهما مره ثانيه مثلا او صراع لا بينهما لا ما هو او عصى ربه مره ثانيه لا ما هو لما ابونا ادم عصى ايام التدريب لما نزل الارض انتبه فعرف ان هو عدو اول ما الشيطان يقول له شمال هو يروح يمين الشيطان يقول له شرق هو يغرب لانه خلاص ما اصبح فهم القضيه لماذا؟ لانه هو عدو والعدو لا يريد لي خيرا سبحان الله وده قالوا ان قلب العبد ده عامل زي بيت لو غلقت البيت وصار مظلما وتم ده الحيات والعقارب والعناكب والخفافيش والبوم وكده لكن لو فتحت بيت والشمس والهواء والى اخره يطهر هكذا قلب اذا دخل فيه نور التوحيد طرد الشيطان منه ونكون مع الصفوة في هذا الاتجاه بلا شك نعم. نرى بهذا ربما لم نملى شتات قصة سيدنا آدم في الحلقة القادمة موضوع جديد إن شاء الله مع صفوة نحن نقول عناوين شتى بس يعني من باب إسقاطها على الواقع وتقاربنا مع معاني آيات كتاب الله سبحانه وتعالى